الله يعين على هالجامعة، لكن الحمد لله باقي لنا ترم إن شاء الله ونخلص. بسم الله نوفقنا إن شاء الله، عبد شد حيلك وإن شاء الله نوصل إن شاء الله. لكن وش رأيك محمد خوين سرحت ناصر؟ ناصر ما ودي أروح عند الأمان. ليه؟ أصل دائم مستحقرني قدام الشباب، قلل من قيمتي، حتى الشباب صاروا إنهم يستقلوني بسبب تصرفاته. طيب مش معي، خلينا نشوف الحل معه. طيب ألعب بالفلوس لعب يا ولد. حلم إبليس في الجنة، فكر بدراستك أول وافلح، بعدين فكر بأحلامك الوهمية هذه. يا رجال والله لو أوظفك سكرتير عندي وأذكرك الأيام دوارة. نشوف لين بيننا. يحتمون بحطك سكرتير بعد، أعطيك وظيفة بعد ثانية أقل من الأولاد. شوف. السلام عليكم. سلام. هلا هلا هلا. كيف حالك؟ الحال طيب. اخبارك؟ كيف حالك؟ اخبارك؟ بس الحسن. يلا حيو. تعال استنى. تفضل. شلونك؟ يا هلا. يلا حيو. كيف الجامعة معكم؟ والله الجامعة كيف شباب؟ يلا حيو. يا مرحبا يا مرحبا. والله ابغاك من ساعة. صار ضغط الجامعة تعرف يعني. اختبارات قربت. يلا شد حيلك ان شاء الله. يلا يلا حي العساف. والله هذا رقم ساعه. استعذر ناصر انا مالي رب. شبيب ما ينعلي شيخ. تقهوى تقهوى اخوك. شو امورك انت؟ طيب الحمد لله. اساس مبسوط. استاذنك عبد الله ان شاء الله الايام تدور يا ناصر. يا رجال راح بس. محمد 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 قلت لك يا عبد الله، قلت لك دايم سفيبي قدام الشباب لا يحترمني. ليه؟ ليه يا عبد الله؟ هدي محمد. اني لقيت. وش ذنبي يا عبد الله؟ وش ذنبي؟ محمد محمد اسمعني، انت اصلا اساس من هذا المجتمع، بعدين ما عليك منهم. انا اذكر محمد انك كنت تراجع عند اخصائي اجتماعي، ليش ما تروح لامه؟ طيب. عبد الله من زمان ودي افضفض لحد، اقسم بالله ان الموت صار حولي. اخوي عبد الله شغلت انت يا اخوي اللي جالس تسوي في نفسك، انت قاعد تدمر نفسك وتدمر اهلك يا اخوي. شو اللي قاعد ادمر نفسي وما ادمر نفسي؟ هذه حياتي، هذه وناستي. أنا أفعل مع أخويا، من اليوم تكلم على أخويا، والله هذه السعادة، هذه الوناسة. أخوي استهدي بالله سبحانه وتعالى، غير من أخوياك هذولي وقوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى بالصلاة. وش اللي سويت جالس تدمر نفسك وتدمر أهلك؟ وش قاعدين نتكلم عنه احنا؟ سوي على راسي دكتور أنت. لا حول ولا قوة. توكل توكل. لا حول ولا قوة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. هلا أخوي محمد، حياك الله. حياك الله. حبابك طمني عليك. بخير الله يسلمك. لا شكلك وعيونك كذا ما توحي إنك بخير. فيك شيء أخوي محمد؟ أكذب عليك يا أستاذ إني قلت لك إني أنا بخير. كنت أخذ جلسات معك. أي نعم. كنت أحس إني خلاص صرت بندمج مع المجتمع، ما قدرت أحس إن في حواجز. يا ما أدري. لا 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 لا. أنت مبدع. أحس إني كائن غريب بينهم. لا يا حبيبي، شوف انت جيتني قبل سنتين والان ما شاء الله تبارك الرحمن على حسب دراسه الحاله اللي قدامي تشير انك ما شاء الله تبارك الله مبدع وصاحب درجات عاليه وصاحب امكانيات. لا تلتفت لهذول المحبطين واللي يعانون من عقده النقص، انت ما شاء الله مبدع. انا بعطيك مثال بسيط اخوي محمد، مخترع الكهرباء اديسون حاول مئات المرات ولم ينظر للجهله والذين يحبطون فيه، لو انه استمع لهم كان ممكن ثاني محاوله ثالث محاوله وانتهى ومدانا دحين على الفوانيس، لكنه وصل للهدف اللي هو يبغاه. وانت على حسب الحل اللي قدامي، امكانياتك عاليه، درجاتك عاليه ما شاء الله تبارك الرحمن، ما عليك منهم، واصل وباذن الله باذن الله اني اراك في المجتمع صاحب بصمه. اللهم امين. انت مبدع ولا تلتفت لهم، رقمي عندك ومكتبي فاتح، والدوله ما وضعتنا الا لخدمه امثالك ولخدمه الشباب الطموحين المبدعين، فلا تشيل هم ولا تنظر لهم ابد. الله يسعدك يا دكتور استاذ، اقسم بالله من زمان ودي افضل
احد، ابي ارتاح، ابي اطلع عمرك، ابي احد يشجعني، ابي اطلع عمرك، ابي اطلع من هالقوقعه اللي احس اني فاشل فيها. مبدع، لكن باذن الله انت مبدع والدوله وضعتنا لكم، فلا تلتفت لهم. الله يسعدك باذن الله اني اراك صاحب بصمه ومؤثر في هذا المجتمع. الله يسعدك، الله يحفظك يا محمد، تشرفنا فيك. طال عمرك ومكتبي فاتح ورقمي عندك، واي شيء تحتاجه انا بالخدمه طال عمرك. اللهم لك الحمد، الحمد كثير. السلام ورحمه الله. ناصر محمد، مرحبا ومسهلا. السلام عليكم، شلونك؟ كيف الحال؟ شلون صحتك؟ الله يعافيك. شلونك؟ الحمد لله. شلون الاخبار؟ تفضل تفضل يا مرحبا. بجلس هنا طبعا. لا تبغى تجي تقعد هنا. يلا حيه. كيف الحال؟ ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. الله يسعدك يطول بعمرك. انا الزمن جار علي، ومن يوم ذيك الايام وانا والله ما حصلت وظيفه، كل يوم ادخل مكان ما يعطونا والله وجه. وهذه صح ان معدلي والله ما هو بذاك الزود، لكن ان شاء الله نلقى وظيفه عندك، وراضي باي شيء، لو تحطني قهوجي عندك ما انا راضي، ما عندي اي مشكله والله. توكل على الله ان شاء الله هالزين. لا ابشر باذن الله نحصل لك وظيفه شاغله عندنا. الله يسعدك ويطول، الله يطول بعمرك، الله يطول بعمرك. الله يهزك. لا لا الله يطول بعمرك ويخليك. ما ندري، الله يسعدك. لكن عندي طلب بسيط. آمني. ابيك تقول تم. تم باذن الله. عشاك الليله عندنا. ما له داعي. لا والله ما تردني، والله ما تردني. الله يسعدك. خليني طالب. مع انك حلفت باذن الله. بجيك انا عبد الله السيف، منها نشوف الشباب. يا مرحبا يا مرحبا، الله يطول بعمرك، الله يطول بعمرك، الله يطول بعمرك، خليك. الله يسعدك. اللهم لك الحمد انك كثير. لا اله الا الله. الله يبيض وجهه وظفني، لازم نتجمل معه. تكفى يا ولد. لا لا ما عليك ما عليك، خلينا نشوف وين وينه. يا مرحبا، ارحبوا ارحبوا، يا مرحبا يا مرحبا ومسهلا. يا هلا هلا اخوي عبد الله، يا مرحبا. هلا والله، اخبارك؟ يا هلا والله، يا هلا والله، هلا. اخبارك؟ نورت. كيف الحال؟ طيب. يا هلا والله، كيف الحال؟ طيب، مساك بخير. تفضل استريح. تفضل استريح. يا مرحبا يا هلا. يلا نحييه، يلا نحييه. يا مرحبا، ايش حالك هيثم؟ عساك بخير. الحمد لله، عساك بخير. طيب، كيف الحال؟ تسلم. شلون حياك الله بخير، الله يسلمك. شلونك ابو عابد؟ يا هلا وغلا، اخبارك؟ والله بخير. الله يحييك. طينا عنكم والله ست سنوات. انا والله بخاطري شيء ودي اقوله لك. ابد اسلم. انا والله اني مقصر في حقك واخطيت عليك، والعذر من الله ثم منك، ابيك تسامحني. انا صح اني غلطت عليك، وانا فوج الله انك تسامحني. ابد مسامحك من زمان، اسال الله ان يسر امورك، افتحها في وجهك. خطا وارد من الكل، لكن حلو الانسان انه يعتذر ويتراجع عن خطاه. الحمد لله باذن الله، الله يفتح في وجهك ويخليك ويسعدك يا رب. تتيسر. الله يسعدك ويطول بعمرك. تفضلنا. فينيش.